تهانينا والناموس لكل الفائزين. هذا شوط جديد ينطلق، وزميلي يزيد الجهني يتواصل في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة في هذا اليوم الذي خصص لفئة الإجداع بأشواطنا العامة للبكار والقعدان، المسافة الجديدة وهي 5 كيلومترات. أرحب بكم مرة أخرى في هذا المحلي الثاني والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2013. في هذا التحدي رابع الأشواط ينطلق، يحمل الأسماء الكبيرة والمميزة. ناخذ المركز الأول، وفي مقدمة الشوط معاهد على المركز الأول. معاهد تعود ملكيته لعبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت في مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني. المركز الثاني، الشقب على المركز الثاني، تعود الملكية لضابط بن سلطان بن ضابط في المركز الثاني. وناخذ وننتقل بدورنا إلى المركز الثالث، اللي وصل الخرطوم على المركز الثالث. تعود الملكية لجمعة الكباشي السوداني، بينما النقلة التالية على المركز الرابع، واللي وصل في هذا التقدم وهذا الانطلاق اللي هو سراب. سراب لراشد بن ناصر المريزيق المري في المركز الرابع. وننتقل إلى المركز الخامس. في المركز الخامس وصل شرار، يا سلام، من فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. نرحب بهذا الشعار، شعار أحد زملائنا في قناة الريان، أحد المحللين الفليين في هذا التميز. مشاركة موفقة لابن حباب. مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة للخمس مراكز الأولى المتقدمة في شوطنا الرابع الذي تنطلق فيه التحديات وتنطلق فيه الشعارات الجديدة والمميزة، وشعارات جاءت للمشاركة في ميدان التحدي من أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. مشاهدين الأعزاء، نعود إلى منافسة الشوط، نعود إلى منافسة الشوط ما بين ثلاث أسماء، ما بين ثلاث أسهم انطلقوا في هذه اللحظات. وهنا الخرطوم في هذه اللحظات يسيطر على المركز الأول، يريد أن يذهب بالسلام إلى جمهورية السودان، هناك إلى العاصمة الخرطوم مع جمعة الكباشي السوداني في مقدمة الشوط. لكن اللي قادم سراب راشد بن ناصر البريزيق المري في مقدمة هذا الشوط، ويعلن تواجد شعاره بكل قوة وبكل ثقة. ناخذ المركز الثالث، معاهد في هذا التقدم وهذا الاسم الممتاز، عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت في المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع في هذا التقدم، اللي وصله هو الشقب للسيد ضابط بن سلطان بن ضابط في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، اللي تقدم في هذه اللحظات ووصل الى المركز الخامس، وهو ممدوح لخالد بن محمد بن خالد، خالد بن محمد الكواري في المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، ناخذ شعار بن حباب، شعار بن حباب اللي هو شرار للسيد فهد بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. هذه النتيجة للمرة الثانية، أعلناها على حضراتكم كاملة مكملة مع النتيجة، ولكن الأسماء بدأت، الشعارات اقتربت. يا مشاهدين الأعزاء، أعود إلى مقدمة الشوط، وإلى مقدمة الشوط وسراب الذي ينطلق، الذي يبدع، الذي يتميز بشعار راشد بن ناصر بن بريزيك الذي أنجز في يوم الأمس. مشاهدين الأعزاء، يا سلام، 3 كيلومترات قطعناها، تبقى كيلوين، إعلان هام للمضمرين. هذه لافتة الكيلوين، اللي ينسى نذكر أن هذه لوحة الكيلوين. يا مضمرين، يا مضمرين الكرام، في هذه اللحظات المركز الثاني، معاهد الذي يعاهد مالكه بأن يجلب الفوز والناموس. عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت في هذه اللحظات في المركز الثالث. ممدوح، ممدوح اللي قادم، خالد بن محمد الكواري اللي واصل، خالد بن محمد آل الشيخ الكواري اللي واصل على المركز الثاني. لكن نرحب بقدوم هذه الشعارات الكبيرة العملاقة يا جماهير الأعزاء. وصل في المركز الرابع أو الثالث مطنوخ، ومطنوخ هذا الاسم يا راعي مطنوخ، فهيد بن ناصر العفرة المري
اللي قادم مطنخ مع مطروخ. يا سلام المركز الرابع اللي وصل، اللي وصل اسمه شاهي سالم محمد الفهيدي. يا سلام اعود الى مقدمه الشوط، يا سلام سراب انطلق، سراب انطلق في هذه اللحظات، انطلق الى مقدمه الشوط وبدا يباعد المسافه، وبدا يباعد المسافه ما بينه وما بين هذه الشعارات الكبيره العملاقه التي لا يستهان بامرها وامر وجودها في هذا الميدان. يا سلام اعود الى مقدمه الشوط، نذكركم بان ال 1200 قطعناها ونشارف على الكيلومتر الاخير، ولا زال سراب الذي يتمركز على مركز متقدم في هذا الرقص التلقائي في هذا الانطلاق، يفتتح الكيلومتر الاخير ويقص شريط المتر الكيلومتر الأخير الأخير بكل ثقة بكل احترام. مع هذا الشعار ينطلق راشد بن ناصر المريزيق المري. مشاهدينا الأعزاء شعار أنجز في يوم الأمس مشاهدينا الأعزاء. يا سلام المركز الثاني اللي واصل منذر قادم، منذر وينذر هذا القعدان وينذر المشاركين. صالح بن حمد بن قمرة بتواجد هذا الشعار في المركز الثالث اللي وصل مكفي. سالم بجار الله بن سالم المكسور شعارات كبيرة، لكن أعود إلى مقدمة الشوط إلى سراب اللي لم تصدر عليه أي تعليمات ربما تكون بالجهاز اللاسلكي. انطلق سراب في هذه اللحظات بهذا التقدم الممتاز. يا سلام الله الله يا سلام مشاهدينا الأعزاء، ما شاء الله تبارك الله. انطلق سراب منذ البداية، ينطلق راشد بن ناصر المريزيق، عرض ممتاز يشكر عليه، عرض ممتاز يشكر عليه راشد بن ناصر المريزيق. ها هو سراب تشاهدونه على قناة الريان بانطلاقة ممتازة برابع أشواط هذا اليوم، يظفر بالفوز والناموس والانتصار بلا منافس ولا منازع على الإطلاق. تهانينا لراشد بن ناصر المريزيق المري على هذا الفوز، يستاهل الفوز في هذا اليوم المميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني مكفي لسالم بن جار الله المكسور، وفي المركز الثالث اللي وصل رهاوي الى هون بن راشد بن شريب، المركز الرابع صوغان عبد الهادي بن عبد الله بن نايف، وفي المركز الخامس منذر صالح بن حمد القمره المري. تهانينا والناموس لراشد بن ناصر المريزيق المري، وهذا سراب تشاهدونه على قناة الريان، وهذا التوقيت الزمني على شاشة الريان، توقيت ممتاز ويبدو، وهذا التوقيت الممتاز لحظة وصول سراب 7:47 بدون أي جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن ناصر المريزيق المري، يعتبر هذا أفضل توقيت يسجله سراب. المركز الثاني اللي وصل في المركز الثاني مكفي لسالم بن جار الله بن سالم المكسور، التوقيت الزمني وتوقيت مكفي 7:52 60 جزء من الثانية. تهانينا لمالكه في المركز الثالث رهاوي، من وصل في المركز الثالث لاهوم بن راشد بن شريم المري هو مالك رهاوي، توقيته الزمني 7:53 40 جزء من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.